اعتصامها السلمي المطالب برحيل النظام. وقال الرئيس الدوري للمنسقية مولاي العربي ولد مولاي محمد في مؤتمر صحفي في نواكشوط لقادة المنسقية، قال إن النظام الرئيس الموريتاني بدأ يظهر خوفه من تكاثر حشود أنصار المعارضة المطالبة برحيله. وفي سياق ذاته قال محمد جميل ولد منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية إن المعارضة مصممة على الوصول إلى هدفها المتمثل في حمل نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على الرحيل، وأن استخدام العنف لا يثني المنسقية عن مساعيها لإرساء نظام ديمقراطي حقيقي يحترم إرادة الشعب حسب قوله. الطريقة اللي نهجم بها على مجموعة من النساء والأطفال والشباب ورؤساء الأحزاب والمنتخبين في وقت متأخر من الليل بذيك الوحشية اللي هدفها الإضرار بشكل واضح، أنها أيضا تعبر عن سلوك النظام وطبيعته. ونأكد هون في هذا السياق عن ذاك القرار اللي علمت منسقية المعارضة الديمقراطية أنها جامعة بين أمرين مازالهم ولا هي تستمر فيه بكل فعالية وبكل نجاعة. شنو هما؟ هو أنها هدف الرئيسي رحيل نظام محمد بن عبد العزيز، وعن هذا لا يتعدل بالعمل السلمي الديمقراطي الفعال. أكدت مصادر قضائية في تونس أنه تم إخراج جزء